بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. لسه بنتكلم عن فقه صلاة الجمعة. تكلمت مع حضراتكم المرة اللي فاتت عن وقت الصلاة، صلاة الجمعة، قلت وقت صلاة الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله، وقلت إن العدد اللي بينعقد به الجمعة عند الشافعية والحنابلة 40 ولو بالإمام، وعند الأحناف قالوا 3 سوى الإمام، والمالكية قالوا 12 سوى الإمام، والاختلاف رحمة، وعلى كل تجوز الجمعة بكل هذه الأعداد التي ذكرناها. لو حد أخذ برأي الأحناف يجوز، رأي المالكية يجوز، رأي الشافعية والحنابلة أيضا يجوز. طيب، خطبة الجمعة إزاي سيدنا النبي كان بيخطب الجمعة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الصحابة وسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله، دي سنة من سنن سيدنا النبي. وكان يخطب قائما، كان لا يجلس في الخطبة، يبقى من السنة القيام. طيب لو واحد من مشايخنا كبار في السن ولا يستطيع القيام أثناء الخطبة، يجوز أن يخطب وهو جالس والخطبة صحيحة ليس فيها شيء. طيب يا عم الشيخ، نقول ايه في الخطبة؟ تبدأ الخطبة، خطبة الجمعة تبقى 2 خطبتين، حتى خطبة العيد ايضا 2، وهنبين الكلام ده لما نتكلم عن خطبة العيد. خطبة الجمعة خطبتين، الخطبة الاولى يبدأ فيها بالحمد والثناء والشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وان يوصي الناس بالتقوى، وان يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وأن يجلس جلسة استراحة بين الخطبة الأولى والثانية، ثم يقوم للخطبة الثانية ويبدأها بالحمد والثناء وآية فيها تذكير، ويذكر الناس بالله جل وعلا، ويختم بالدعاء للمؤمنين. واستحب أهل العلم من الفقهاء أن تشتمل الخطبة على صلاة وسلام على سيدنا رسول الله، أنك تصلي وتسلم على سيدنا النبي في على المنبر، وأن تحث الناس بالصلاة والسلام عليه. ليه؟ لأن احنا في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم مبارك، وهو يوم الصلاة على النبي، وهو اليوم الأزهر اللي سيدنا النبي حثنا فيه أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. ولا مانع إن الخطبة تشتمل على حكم فقه نفقه الناس في دين الله. طيب سؤال مهم يا عم الشيخ، هل يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية؟ نعم، الفقهاء اشترطوا أنها تبقى باللغة العربية، الشافعية والحنابلة والمالكية، إلا أن الأحناف قالوا يجوز أن تكون الخطبة بالعربية وبغير العربية. يعني لو واحد بيخطب في أمريكا بالإنجليزي لا مانع يخطب، لكن آيات القرآن هيقرأها بالعربي بلسان عربي مبين، لا مانع أن يخطب بلغة يفهمها الحضور المأمومين اللي موجودين اللي حاضرين صلاة الجمعة. إذا كانوا بيتكلموا إنجليزي، فرنساوي، ألماني، أردو، يتكلموا بلغتهم ليفهمهم وليفقههم في دينهم. لا مانع أبدا من أن يتحدث بغير العربية، وهذا مذهب السادة الأحناف رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أيضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام والإمام يخطب. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول لصاحبه أنصت لا جمعة له. وقال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. اللي هيقول لمن يجلس بجواره أنصت أو اسمع فقد لغى في جمعته. وحتى في حديث من مس الحصى فقد لغى، اللي بيلعب في حصير المسجد ركز في الجمعة وفيما يقوله الإمام لتخرج من الخطبة ومن الصلاة بمعلومة تتعلم أمور دينك وتعلم هذا الدين لزوجتك ولأولادك ولأهل بيتك. ده بالنسبة لبعض فقه أيضا صلاة الجمعة وفقه الخطبة. طيب سيدنا النبي كان بيصلي الجمعة، قلت بالأعلى والغاشية، وده إن دل يدل على إيه؟ على إن الصلاة كانت طويلة والخطبة كانت قصيرة.
الخطبة من السنة أنها تبقى قصيرة، 10 دقائق، ربع ساعة، لا تتجاوز هذا الوقت، وتطيل في الصلاة اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المستحبات اللي نعملها يوم الجمعة؟ أشياء مستحبة هكلم حضراتكم عنها المرة الجاية إن شاء الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.